وليت كنحس باي ام، كنحس باي طفل، اي حاجه كتاثر فيا عندها علاقه بالام والطفل ديالها ولا الابن ديالها، ديها هو معايا غادي يمشي يشوفو. انا كاي انسانه حنا مضطرين اننا نكملوا العمل ديالنا، قلبوا على لقمه العيش. ما غاديش نعطي لو سكري كيفاش كنقدر نخدم الشخصيه ديالي ولا كيفاش نقدر نجتهد فيها. ابسط الامور ما تقدرش تستهن بها لان الجمهور كي بزاف وكيعقل على اي حاجه عطيتيها. حلقة اليوم من برنامج هيس كلاب هي الممثلة ابتسام العروسي اللي غادي نرافقوها في كواليس المسلسل الدرامي جودية، وهذه المرة بطولة كاملة. الشخصيات اللي كنت كنحلم انني نأديها في المسار الفني ديالي، وهي يعني تكون عندي شي دور مركب اللي نقدر نبين فيه يعني شويه من لي كومبيتونس ديالي. الحمد لله تحت لي هذه الفرصه هذه باش نكون انا هي جودية في مسلسل جودية. التحولات مبنيه على الناس اللي كتعيش معاهم، على الماضي ديالها وعلى الحاضر ديالها مع من غادي يلاقيها. في الموت ديال الام ديالها كيكون هو يعني كضربه او صاعقه ليها اللي ما كانتش كتنتظرها، ومنه كتجبد اوراق ديال الماضي والحاضر باش تقدر تبدا حياه جديده. خاصها ترجع للماضي باش تقدر تزيد القدام. دونك غادي نشوفوها في المود ديال امها، غنشوفوها كيفاش غادي تذكر واحد الماضي اللي كيألمها، وغنشوفوها كيفاش غتمشي للقدام باش تكون في مستقبل افضل. سيكولوجيا شخصيه جودية بتحولاتها طلبت منها عمل جاد وكبير. اكيد يعني الجهد ديالي انا، فما غاديش نعطي لو سكري كيفاش كنقدر نخدم الشخصيه ديالي ولا كيفاش نقدر نجتهد فيها ونجمع يعني الباكاج ديالها باش نقدر نخدم فيه. فكتبقى كل واحد وعنده الطريقه ديالو باش كيقدر يخدم. مي انا انسانه ما كنستهنش بالعمل ديالي او لا باي شخصيه جاتني، لان من شخصيه كديك الشخصيات، ومن نجاح كديك النجاح ما اكبر. ولو يكون دور صغير، انا ما عمرني كنكون دور صغير، كنقولوا راه كاين ممثل كبير ولا صغير. يعني راه ابسط الامور ما تقدرش تستهن بها، لان الجمهور ذكي بزاف وكيعقل على اي حاجه عطيتيها لي. إلى جانب هذا العمل الدرامي، رافقت العروسي نفس فريق العمل بقيادة المنتج خالد النقري والمخرجة صفاء بركة في سيتكوم زنقة سعادة. صراحة أنا كنميل للدراما بزاف، وفاش كنمشي للكوميديا كنمشي للمتنفس ديالي. فالحمد لله هادشي كيحكم فيه الجمهور، لأن لقيت واحد النجاح واسع في العمل الكوميديا، وهذا ماشي سهل، لأن كنعتبر الكوميديا من أصعب الأشياء. فولو عندي جوج الأدوات أنني نقدر نكون في ميزان الكوميديا وفي ميزان الدراما، هذا شرف ليا. ولكن الحمد لله فاش كتكون كما قلت انك خدام مع ناس اللي كتثق فيهم واللي كيعطيوك وكتستافد منهم. فمثلا المخرجه اللي اشتغلت معها في الكوميديا هي صفاء بركة، هي اللي كتشتغل معها دابا في الدراما. فالحمد لله دايز هذاك لو كورون، لانها انسانه ذكيه، كتعرف كيفاش ديريجي، كتعرف كيفاش تخليك مرتاح، كتعرف شنو تخرج منك في الكوميديا وفي الدراما. دونك لقيت الحمد لله يعني كتف على من نقدر نعول. حضورها بشكل قوي في السباق الرمضاني لهذا الموسم بعد أشهر قليلة من ولادتها خلانا نسولها كيفاش كتوفق ما بين الأمومة وأجواء تصوير صعبة. أنا ولدي هو معايا غادي يمشي يشوفه. أنا كأي إنسانة، فأي موظفة نقدروا نقولوا أنها كتشتغل 12 ساعة، فمن كتفيق مع 8 كيكون عندها بوز ديج، ومن بعد كترجع للعمل ديالها وفي اللي كتشوف ولدها. أنا بحالي بحال هاد الناس، يعني ما كاينش تغيير، ما كاينش يعني العمل ديالها ماشي مختلف على بزاف ديال الناس. طبيبة ولدات حتى هي غتلقيها خارجة باش تأدي العمل ديالها وتشوف ولدها. الحمد لله يعني كل الشكر للمويمة ديالي ولعائلتي، أختي، لسناء، الناس اللي في جنبي اللي كيحبوني كيحبوا وليدي وواقفين معايا. فاحنا مضطرين اننا نكملوا العمل ديالنا ونقلبوا على لقمه العيش. لكن الامومه غيرت اشياء كثيره في اولويات حياه ابتسام العروس.
كنحس براسي وليت سونسيبل اكثر من قبل، وليت كنحس باي ام، كنحس باي طفل، اي حاجه كتاثر فيا عندها علاقه بالام والطفل ديالها ولا الابن ديالها. ابتسام ولات كتحس براسها مسؤوله اكثر، ابتسام كتحس يعني براسها انها خصها دير بزاف ديال الحوايج لولدها، وكدير بزاف ديال الحوايج الا قدرات عليهم. كنطلبوا سيدي ربي يسهل على اي انسانه مشتاقه وباغا نعمه الامومه، ربي ما يحرمهاش منها.